يبقاش عندي فندقته، يعني قاع الحمام اللي فيه بقى هنايا كله. إنجازات، اللهم بارك. الدبلوماج كاع ما بقينا كتسوق عليا، ما تستيفو تستيفو خويا تحت الناموسية. اللهم بارك. هذا اللفظ ديال الايات ديال بروديكسيون. هاد الانثى خويا هادو المشاوي ديال البروديكسيون، المشاوي ديال الخدمة كيما كنقولو. هادي اخويا نتوا، هادي دوزيام اسبيجون في الوان داي، يعني سباقات اليوم الواحد. هادي دوزيام اسبيجون في البيضاوية ديال العام اللي فات 2019. هادي خدينا من المزاد، كانوا تحطوا الحمامات في المزاد ودخلنا تزيدنا عليهم وخديناها. هذه حمامة اللهم بارك ممتازة جدا، هذه بالإشارة، هذه الحمامة ديال الأخ، تحية ليه مصطفى القرياني، أخ مصطفى ديال الحمامة ديالو، مصطفى ديال جيت 17، القرياني، هذه القرياني الهلالي القرياني طونديل، هذه ديالو من نتوا. هادي كيما قلت لك دوزيام اسبيجون في الوان داي، و نافيام ولا مع الديزيام التاسعة ولا العاشرة في الفون. هادي هي حمامة فانديك فينيستا، حمامة ممتازة جدا اللهم بارك. هادي حمامة لاعبة، هادي حمامة لاعبة. ولو هنا هادي النصيحة اللي كنعطي للإخوة اللي كيبغيو يتولاو، تولاو يصبر شوية ويتولى بحمامة مزيانة ولعبة، هي غالية شوية كطيح غالية، وإنما المهم كتختصر عليك. هادي يلا أول عام خدمنا بها هو هاد العام، هذا موليداتها مع الحمام هيك، غادي ندخلهم إن شاء الله وغادي نشوفوا شنو فيه. اللهم يسلمك. هي حمامة ما تحتاجش يعني تقلب، النتائج ديالها مقلبينها. اللهم بارك. حمامة ممتازة كما تشوف اللونين ديالها، هاد اللونين هذا كتعطيك ولا تبارك الله. اللهم يسر، اللهم يسر ولا تعس. هاك الأخ هادي أنثى، هادي نتوا، هادي جديدة، هادي يلاه يلاه داخلة للشجنة دابا، باقا ما عندهاش شهر، باقا ما مكملاش شهر، غتكون شي 25 يوم دابا باش دخلتها. هادي هاد الحمامة أخويا عندها 39 هادي عندها 9 شهادات. هادي حمامة تبارك الله ديال الاخوان المشيرفي، احيدوا الحمام مع كامل الاسف، مشيرفي بوزي ديال النصر فوق حي مولاي رشيد طوندي مشيرفي، اييه اخوان المشيرفي بوزي. هاد الحميمه ديال بروميان اسبيجون الفيتاس، برومي اسبيجون فيتاس في النصر، عندها 9 البريات، عندها الله اعلم 3 البروميانات في الطلقات، عندها دوزيام، عندها طوازيام، عندها سينكيام، وعندها اونزيام، المهم عندها 9 ولا كثر ديال الشواهد اللي عندها. هذه الله دخلناها
ان شاء الله احنا رايحين العام الجاي ان شاء الله عاد نشوفو مع دوك الحمامات اللي خدينا ديال البول خاصهم تيواج جبنا هاد التيواج الله يسخر يكون شي حمام اللي هو كيكون لاعب لا داعي باش تقلبو حمامه لاعبه بجناحها وضاربه بجناحها انا بيني وبينك وبين الاخوان تما هادي ما عمرني خرجت بها للعلان ما كتعجبنيش هاد الحمامه في التقليبه هادي اللي كنشدها ما كتعجبنيش ما كتجينيش في يدي الميزان ديالها ما عجبنيش في التقليبه وانما الانجازات اللي دايره هي كدوز هي اللي خلاتني نجيب ندخلها لشي ماشي التقليبه اما حيت كون جيت على التقليبه دابا بحال الحمامه اللي قافو طايعه ما نشريهاش حتى ب 400 درهم على التقليبه وانما الانجازات ديالها اللهم كيشفعوا لها على كل شيء الله ما يسر انا وريك واحد الجيوه اللي هي قلت لك مرت هذيك الحمامه هذه مرت هذيك الحمامه اللي وريتك الاولى هاكا تشبه هذيك الحمامه الاخرى هذه بنت هذاك ديكابريو بنت تسونامي مع ديكابريو تسونامي تبارك الله عطاتني تبارك الله تهلات فيا خديت منها جوج ولاد العام اللي فات وحده ضيف لارك وحده كانت غدا مزيان باقا غادا تلعب هادي حمامه زايده عندنا في شجنه مع عمرها طاهت هادي من الطاجين لشجنه البروديكسيون مباشره من الطاجيل البروديكسيون ما طاهتش علاش كاع هادي كيما كنقولوا اللي كانت صغيره شديناها في يدي دويت انا وبونديم اتفقنا باش نخليوها للبروديكسيون وما خبناش فيها فهمتي داكشي اللي كنا كنتمناو فيها لقيناه سبحان الله انا واحد الاشاره هنا في هاد الحمامه هادي الناس اللي كيدوي وكيقول لي حمام ديال 11 ريشه ما معنى نعرف الحمام واش كيتقاس بالمسافه يعني فيتاس بالريش لا ولا لا هادوك كاينين مميزات الحمام اللي كتقدر تقول لك واش كتلعب اش من المسافه كتلعب داكشي باقي بعيد عليا انا باقي ما وصلتش لداكشي كنقلبوا على الاساسيات هما الاولين عاد نشوفوا الكماليات هذيك ثقافه اخرى وقرايه اخرى وعندنا ناس مختصين فيها يعني حتى في اوروبا الناس اللي كيقلبوا الحمام كيحطوا التنقيط على بعض المسائل كيعطيو النقاط هما اللي كيعرفوا داكشي وكاينين الاخوان هنايا اللي بالاجتهادات وبالخبره داكشي كيجي مع الخبره مع السنين مع الوقت باش كتولي تعرف داكشي احنا باقيين على مبتدئين يا الله يا الله بشويه تقلبوا على الحوايج كما قلت لك الاساسيات كيفاش نلعبوا كيفاش هادي كان تمكنوا من هادشي مزيان عاد نشوفوا ديك الساعه المميزات ديال الحمام المهم هادي حمامه 11 ريشه هادي اللي قلت لكم المتوى ديال الجاب ديال الياف كلشي كيعرفوا مسخوط هادي 50% جنسن 50% كوبمان حمامة ممتازة جدا تحية لخويا هشام طاطو على هاد الحمامة هادي حمامة من الطراز رفيع عطاتني هادي هولندية فيديكي عطاتني ديكلاراسيونات في العصبة في دومي فون فتي دومي فون يعني مسافة ديال بين 280 و 400 كيلومتر كيما قلت لكم هادي راه 11 ريشة باش نفسر الاخوان اللي غيسمع 11 ريشة اللي باقي ما كيعرفش شنو هي 11 ريشة نعم المهم الريش هنا الى لاحظتوا لكن هذا الريش هذا من هنا لهنا كيشوف لتحت وهذا الريش فوقاني كيشوف لفوق اما جوج اربعة ستة ثمانية عشرة ال 11 هي ليحة هاد غادا قريبا تكمل
مش عارف 6 من 10 ها هي واصله لهنا الفرق ديال هنا. نعم الحد حمامه هذه كتعطيني هذه الميزه في الاولاد ديالها وتا ولاد هذا العام خدمت بهم عطاوني حتى هما 11 عيشه. سبحان الله حمامه زوينه. هذه حمامه ديال دومي فون. هذه حمامه ديال دومي فون غانس الله ما يسر. الله الله عليك. هذه واحد جميله جايه من بدايه. هذه جايه من لالين ديال فاندن فولك. هذا الشيء كنعرفو ديال الكيتل حيت دابا الهيت ديال الكيتل دابا كما تعرفوا جميع الاخوان هنا في المغرب هو دابا اللي داير ضجه الاخر كما كنقولوا. كاين اللخة ديال الكوبرا كيكون في اللون اللخة ديال الحمام هو الكيتل الفاندن فولك. هادي حتى هي نتوا من الشنيبرات اللي خديتها هادي وهي وهداك الدكار اللي وريتك اللي هي البيض بيض عندو نفس الاب باهم واحد غيكون توب باهم واحد مختلفين غير في الام بحال خوت شقاق خوت من الاب. حمامة هادي حتى هي ديال البيتاس ان شاء الله الرحمن الرحيم ربي غادي نلاقي غنلاقيها مع خوها بحال دومي فخير تلاقيها مع خوها يعني ما يكونش دومي فخير حيت خوها غير من الاب غادي ندير حيت كاين اللي كيقول لقاء الاقارب مثلا هي وكتبقى ديما ماشي 100% حيت انا شفت بعيني وعندي في الشجنه حمام دومي فخير لعبوا لعب ديك لا فهمتي وكيقدر يعطي حتى في الخدمه. انا اش كيقول لك الكونسونغا كنخدموا الكونسونغا هي هذه الطريقه ماشي كونسونغا 100% وانما كتكون كنقولوا دومي فخير. الا لاحظتي حتى في الفيديوهات ديال الناس اوروبا الناس اللي فيتينا في اختصاص وفيتينا في الولاعه بزاف كتلقى الفيديوهات ملاقيين لي دومي فخير الخوت من نفس الاب ولا من نفس الام كيلاقيهم ما كاينش المشكل وكيعطي هذاك الحمام. بسم الله ما يسر. ايوه حميمة تبارك الله. أنا بعدا باش الجمال بعدا كاين شحال الجمال كاين ولا مشات تكملات ولا اللعب والجمال يا سلام اللهم بارك الجمال كاين حاجة يعني لالين قريبة كنجيبوها ما كانش كنقاصح ولا ما كانش كيفاش في الجمال ولا هادي كنجيبو شي حاجه شويه المهم كتجيب السولاد المهم كتجيب هذيك لالين ولو تكون بعيده بواحد شويه هنا كيبقى المهم هي الخدمه الانسان يعرف يخدم في الناس كنوريك اخر حمامه هنا نتوى هادي يلاه دخلت هاد السيمانه باقا ما مكملاش عندي سيمانه سير هذا اخيرا الحلم ديالي تحقق جبت غرابيه كحله حمامه كحله غرابيه من نهار بديت كنتولى حمام السباق وانا كان الغرض ديالي تكون عندي حمامه غرابيه كحله اخيرا وما كنتش باغي اي حمامه كحله وصافي يعني خاصك شي حاجه نيت وهاد الحميمه هادي كاين هاد السلاله الغرابي راه كان ما شاء الله هاد الحميمه ها هي نتوى كما قلت لك هادي سويمينه باش دخلتها حمامه ممتازه جدا في التقليب اللهم بارك انا ملي شديت الحمامه في يدي ما بقيتش بغيت نطلقها كاع حمامه زوينه بزاف هادي ديال الاخوان المشيخي هادي الوالدين ديالها ايغاي يعني مباقين طايحين ما معروفينش وانما مباقين يا اما الاب ديالها برتغالي يا اما النتوى برتغاليه و المهم برتغالي مع بلجيكيه ولا بلجيكي مع برتغاليه وحده في الجوج هادو عاطيه اسبيجون دومي فون هاد الحميمه هادي ولدها ولا بنتها اسبيجون دومي فون هاد الحميمة كان كيهزها ما كانش كتفاقا هو واقع عليه مع شي طريفة جاتو بشي طلقة كانت غتكون برومان وما ديش ليها الباك هو الأخ مشي فيك ما باقاهاش ما كانش داير ليها باك مانيتيك ما كانش داير ليها باك
وقع شي مشكل بالطونديم ولا ما عرفت كيفاش على ما عاودينا. قال لي باقي ها، قال لي لا عصيف ضاعه هذه عهادي. وصدقات جاتو هي الاولى وكانت غادا تكون بروميان في الجمعيه وفينا مسابقه في السباق ديال طنطان. كانت غادا تكون بروميان في الجمعيه وكانت غتكون مع الخمسه الاولين في العصبه، لدرجه انا وابني كيعاود لي السيد قال لي ابني شنو الحمامه جات تخاصم هو الطونديم ديالو في السطح، ماشي تخاصمو انما تناقشوا في الهضره فهمتي. اللي قلت لك دير لي الباك هادي هادي فهمت. وبقات الحمامه هاي جبناها، انا جبتها اساسا على اللون والتقليبه ديالها اللهم بارك، وغادي يكون جبتها بكري شويه كون خديت منها ما غاديش نتسنى حتى العام الجاي فهمت. اللهم بارك. مسافه باينه حميمه ديال كون دومي فون فون باينه يعني الا كانت شي مسابقه اللي كما كنقولوا قاصحه شويه اللهم دومي فون تبين تبان. واش الا عطا الله خويا تدخل دير الله يلا على الحميمات كل مجرب وعاطي مجاولة مجاولة الذكورة كاملة بدون استثناء. أحيد على الحمام الجديد لي الله داخل إخوان كما شفتوا تولعنا عند الأخ عصام 36 وكنشكرو على الاستقبال ديالو. مرحبا خويا عمر، مرحبا وألف مرحبا ومرحبا بالناس ديال القناة ديالك خويا عمر. الله يبارك فيك. مرحبا بكم، عندنا تحياتي لكم كاملين. وراه ولعنا ولعنا في الحميمات كاملين يعني تقريبا حمام اللعب الحمام بروديكسيون ذكور واناث، وكنشكرو بزاف الله يسخر ليها العام ان شاء الله. يا ربي امين لينا والجميع اخواني بدون استثناء. انا كنبغيو الخير الولاعة قبل كل شيء والإخوان والإخوان. أنا بدي كندوي على الإخوان، كندوي على هو كلش غير هو الناس داوش بالأخص. كنشوف المعاناة والكفاح اللي كيكافحوا مع الولاعة، كل شيء غالي، كل شيء ما كاينش شي حاجة فابور يعني بزاف المصاريف. والإخوان كاينين بزاف، كاين اللي كيقرا، كاين اللي على قد الحال، كاين اللي عندهم مسؤوليات أخرين. هادو هما اللي كنبغي لهم انا زعما النشاط، ينشطوا يتوفقوا في الولاعه وينشطوا حيت كيكافحوا مساكن. هذا ما كان حيت انا واحد منهم كنحسوا حنا كنتقاتلوا باش نهزوا شويه بهاد الولاعه وصافي. نعم، وكنشكروا مره اخرى على حسن الاستقبال، ونتمنى ان شاء الله نرجعوا عندك شي زياره اخرى ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ان شاء الله. وتحياتي لجميع المتابعين ان شاء الله، امل اللقاء بكم في فيديو اخر.